السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح أعمل معكم صلصة الجواكامولي المكسيكية. صلصة بتشهي وطيبة كتير، خاصة إنه بتحتوي على الأفوكادو اللي طبعا ما بيخفى عليكم فوائده. طبعا هاي الصلصة مكسيكية بتتقدم جنب شيبس زي هيك أو ناتشوز أو جنب الأكلات المكسيكية المتعددة. كتير طيبة. حنشوف كيف سويتها. استعملت هون حبة من الأفوكادو قشرتها، وعندي حبة من البندورة أو حبات صغار زي هيك. عندي كزبرة خضراء، نص بصلة، وحبة ثوم، وملح وفلفل أسود، وشوية عصير ليمون. أول شي حطيت عندي الكزبرة ونص البصلة، طبعا بصل قد ما بدكم تستعملوه، وبتحطوا شوية ثوم. أنا حطيت هون سن ثوم، بخلطهم. بعدين جيت الأفوكادو حطيت عليه عصير ليمون عشان ما يسود ويتأكسد معي. بعدين هرسته، بهرسوه بالشوكة بأي شيء. بعد ما انخلطوا عندي حطيت معهم البندورة وخلطهم كمان مرة. بعدين بنزلهم على حبة الأفوكادو اللي هرستها زي هيك. بعدين حطيت ملح، شوية فلفل أسود، وبحركهم وبظبط ملحها، بدوقها طبعا بعد ما أخلطها. وخلصت معي صلصة الأفوكادو بهالشكل، كتير طيبة طبعا لإلكم، للأولاد، للصغار اللي يعني بيحبوا شي جنب الشيبس ياكلوه، أو صلصات جنب الساندويشات. وكتير طيبة، خاصة إنه بتقدموا الأفوكادو بشكل كتير حلو، وطبعا غني عن التعريف الأفوكادو بفوائده. فبتستخدموها بطريقة كتير حلوة وسهلة. جربوها وادعولي، وصحتين وألف هنا.